بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم بلقائنا الأخير. راح نحل بهذا اللقاء بإذن الله النماذج المختلفة للامتحان اللي عملناه لكورس أساسيات البرمجة في الماتلاب. راح نشوف كيف ممكن نتعامل مع الأسئلة، يعني في حال طرح مفاهيم جديدة كيف ممكن نوصلها، كيف ممكن نبحث فيها. أحد الأسئلة اللي انطرحت بنموذجين، أي البرامج أصح مما يلي؟ فترة السؤال كانت 10 دقائق. لاحظوا معي، لو نفذت البرنامج الأول رح أعطي قيمة لك، ولتكن كي تساوي الستة. لو نفذت السكشن الاول ران سكشن راح يطلب مني الاول الثاني. نلاحظ ما في اي مشكله بالسكشن واحد. الران سكشن اثنين كمان بنلاحظ راح يطلب مني نفس الشيء، قيم ادخال 6 قيم، كمان ما في اي مشكله. اذا رحنا على السكشن 3 كمان نفذنا السكشن 3، كمان بنلاحظ ما في اي مشكلة، راح يعطيني راح يرسم بشكل صحيح. والسكشن 4 كمان بنلاحظ ما في اي مشكلة، اعطاني رسم صحيح. طيب شو الهدف من السؤال؟ البرنامج الاصح بمعنى عند المعالجة والتنفيذ كيف راح يتم التعامل مع المعطيات، كيف راح يتم التخزين بالذاكرة، كيف راح يتم تنفيذ البرنامج وتحديد القيم ضمن البرنامج. خلونا نشوف البرنامج الأول. بالبرنامج الأول حددت مصفوفة days سميتها من الواحد لك، تخزنت فيها القيم من الواحد بشكل تصاعدي للقيمة k وبخطوة واحد، فخزنت أول مصفوفة. بالمصفوفة بالسطر الثاني عرفت مصفوفة واحدية عد عناصرها ك، وطلبت من المستخدم يدخل القيم قيمة قيمة قيم درجة الحرارة، ويأسندها للمصفوفة اللي حجزت حجمها بالذاكرة باسم مصفوفة temperature، وأدخل المستخدم قيمة قيمة، وبعدين راح يقوم بعملية الرسم، صب بلوت على شكل بلوت وعلى شكل بار هوريزونتال. لا، الفكرة هون انه المصفوفة دايز راح تكون من الواحد لك بخطوة واحد، يعني الخطوة راح تكون واحد دوما. يعني لو تغيرت عندي هون الخطوة بالحلقة فهي منفصلة عن الحلقة ومستقلة. نشوف البرنامج الثاني وحرد نرجع للمقارنة ما بين البرامج. الجزء الثاني نفس الشيء، بس ما حجزت بالذاكرة حجم للمصفوفة تمبريتشر. بنلاحظ لو نسخت البرنامج الثاني وحطيته بشكل منفصل هيعطيني تحذير warning the variable temperature appear to change size on every loop iteration، يعني رح يتغير حجم المصفوفة عند كل تنفيذ للحلقة، تحذير. وبالتالي عندي هون تحذير، وبالتالي هذا البرنامج صحيح، بس ما بنقدر نقول انه الاصح. البرنامج الثالث حجزت بالذاكرة مصفوفتين واحديات حجمهم ك، وداخل الحلقة حددت قيم هي المصفوفات، فالمصفوفة temperature راح يدخل قيمها المستخدم بالاستخدام التابع input،
وبعد ما يدخل المستخدم القيم راح يتم اسناد القيم المصفوفة days من الحلقة i. يعني لو كان عندي مثلا ادخال قيم كل يومين، يعني بدي اعمل دراسة مثلا انا يوم a يوم لا، فهون ال i مباشرة راح تكون تبعا لقيم الحلقة 4. بينما بالبرنامج الاول ال days دوما من الواحد للك وبخطوة واحد، وبالتالي لو اردت انه تكون عندي دراسة هون مو بكافة ايام الشهر راح يصير عندي مشكلة انه حجم المصفوفة ما راح يتساوى مع حجم مصفوفة الايام، او راح يكون عندي لو كان تساوى راح يكون عندي قيم مساوية للصفر، فراح وقع بمشكلة تعديل بقيم المصفوفة. اما هون فراح يتم التعديل على كامل قيم المصفوفة. فبالتالي بالحالات الثانية لما يكون عندي قيم i مو متغيرة مع الواحد، فمباشرة المصفوفة الثانية يعني راح يصير بشكل متزامن ما بين المصفوفتين اللي هي temperature والمصفوفة days ملء القيم، بحيث المصفوفة الأولى راح يتم إدخالها من المستخدم، فلما يدخل المستخدم القيمة واحد مباشرة راح يكون في قيمة مقابلة لها واحد، لما يدخل قيمة 3 يكون مقابلها قيمة 3. يمكن هون نحن حجزنا مصفوفة 1 وبالتالي القيم 2 3 2 4 6 راح تضل، بس بالحالات العامة يمكن ما يكون عندي حجز، فراح او يكون عندي حجز بطريقة مختلفة، وبالتالي راح تكون هاي الطريقة الأصح اللي راح يتم فيها تخزين القيم ما بين المصفوفتين بشكل متزامن. الحلقة عند التنفيذ الأول راح المصفوفة الأولى تحدد القيمة الأولى، المصفوفة الثانية راح تتحدد القيمة الأولى، اثنين المصفوفة الأولى راح تحدد القيمة الثانية، المصفوفة الثانية راح تحدد القيمة الثانية، أربعة أربعة أربعة، عشرة عشرة عشرة. وبالتالي لو كان عندي قيم مثلا واحد بخطوة ثلاثة واحد أربعة سبعة فما عاد عندي مشكلة، خلاص حلقة الفور هي اللي عم تحدد القيم. طبعا مثل ما بنعرف ممكن اذا كان عندي قيم تساوي صفر ضليت، لو عرفت هون مثلا زيروز بدل الونز، فعندي امكانية لاستخدام التابع find مثل ما شفنا سابقا، تابع find indicates a non-zero element، فمباشرة راح يعطيني القيم اللي غير مساوية للصفر، فبالتالي راح اتخلص من مشكلة القيم، وبهي الطريقة راح حل المشكلة. وبالتالي هذا السبب اللي راح يجعل البرنامج الأصح من بين البرامج الأربعة هو البرنامج الثالث. البرنامج الرابع واضح انه في عندي warning انه عند كل مثل ما شفنا عند كل تنفيذ راح تظهر المصفوفة كلها، وانا هذا الشيء ما بدي اياه، عند كل تنفيذ عم بشوف المصفوفة كلها. طيب شو سبب هذا الشيء؟ السبب الفاصلة المنقوطة هون عندي اخذ من الذاكرة، خلوني اعمل كلير. مثل ما شايفين كل خطوة عم تظهر عندي المصفوفة كاملة، والسبب اني مالي حاطط الفاصلة المنقوطة بنهاية دايز، فلو حطيتها هون حلت المشكلة، بس عندي كمان مشكلة لانه القيم عم تتغير مع حجم المصفوفة، عم يتغير مع كل حلقة مع كل تنفيذ للحلقة. The variable temp appears to change size on every loop iteration within a script. نفس الشيء the variable days appears to change size on every loop iteration within a script. بالتالي عند كل تغيير الحلقة عم يتم تعديل، وهذا الشيء يمكن يعمل لي مشكلة بالذاكرة،
إذا كان عندي مصروفة كبيرة، عشان هيك في عندي ضرورة للحجز. هذا بالنسبة للسؤال أي البرامج أصح. البرنامج الأصح هو البرنامج الثالث، خلونا ناخده. تمام، هذا هو البرنامج. ننتقل للجزء الثاني. في أي سؤال قبل ما ننتقل للجزء الثاني؟ تابع. بالجزء الثاني ثانيا او قبل ما ننتقل، خلونا نطور البرنامج نفسه لنستخدم التابع input dialog. هلا نحن كمبرمجين ما عاد في ضرورة نحفظ اي معلومة او اي صيغة برمجية لكتابة اي تابع. مباشرة التابع اللي بدي استخدمه بكتب help input dialog، مباشرة راح يطلع عندي شرح تفصيلي للتابع مثل ما سبق وشفنا. فهلا بناء على هذا الشرح راح اكتب برنامجي. هون عم يقول لي answer، عندي البرومت انتر ذا ماتريكس انتر بال. طيب خلونا نشتغل خطوة بخطوة. الانسر، الانسر هي المصفوفة اللي راح يتم ادخال قيم فيها. عندي البرومت انتر ذا ماتريكس سايز انتر ذا كولور ماب نيم، عم يقول لي هون. والنيم انبوت ذا، خلونا نشوف النيم. والبرومت، خلونا نشوف كيف راح يتم تنفيذ هالاسطر. خلونا ناخذهم بشكل مستقل، ننفذهم وبعدين بنرجع ننفذهم هون برنامجنا. مثل ما شايفين انتر ذا ماتريكس سايز انتر ذا كولور. تمام، النيم هي الاسم العام للانبوت دايلوج اللي راح يطلع. هون راح اقول له انتر تمبريتشر، وعندي مربع حوار واحد راح يدخل فيه المستخدم التمبريتشر اللي هو temperature is. هلا بنلاحظ لو نفذت البرنامج راح يطلب مني temperature is. هلا لاحظوا temperature is، نفرض ان 4 القيمة. هرجع اعمل clear للذاكرة، هرجع نفذ temperature is، نفرض ان القيمة 4. راح يتم تخزين القيمة، بس هون مثل ما ذكرنا انه هون راح ياخد قيمة على انه string، مشان هيك عندي ضرورة لتحويلها لفاريبل، عفوا لدبل. مثل ما شايفين الانسر عندي قيمة 4 بالانسر هي string، مشان هيك راح اخذ الانسر تساوي الانسر او A تساوي temperature تساوي
string to num answer. عفواً ما في. str to num نفس الشيء help string to number. string to num ال s المفروض تكون عندي مثل ما شايفين هون مصفوفة محارف، وبالتالي الانسر لازم تكون بهالطريقة. انسر. طيب خلونا نجرب ال str to double. طيب رح نرجع القيمة answer كان في quotation وين بالتحديد القيمة answer عندي ال temperature تساوي num عفواً string to double أو to num افترض مثل مكتوب str to num بحط 2 quotation بيناتهم string more help عمل لي str string to double convert the string str which should be an ASCII character representation of a real of complex value يعني هون راح تحول لي القيمة المحرفية اللي هي من جدول ASCII لقيمة مطلقة رقمية أو حقيقية بعدين عمل لي if string doesn't represent a valid character value return none مثل ما صار هلا بحالتنا لاحظ عم يرجع لي none لاحظوا كيف الحالة اللي عم تصير عندي مشروحة هون if string doesn't represent a valid scalar value يعني إذا كانت القيمة المحرفية لا تمثل قيمة رقمية مطلقة فهون بالحالة رح استخدم الصيغة الثانية str to double c convert the string in the cell array string C to double precision يعني رح ارجع اكتب بهالطريقة مباشرة رح يعطيني قيمة temperature هي 4 ممكن بما انه عندي المصفوفة هون رح تحتوي على قيمة وحيدة ممكن احطها هيك كمان المثالين صحيح يعني بطريقتين ممكن بس هم انه ما عندي غير قيمة واحدة فما عندي ضرورة انه اخذ القيمة الاولى لاحظوا كيف ما في ضرورة اكون اني محيط كيف البرنامج وكيف لازم يكون حافظة ممكن عن طريق الهلب حل بمجرد اقرأ الديسكريبشن لكل تابع اقدر اكتب برنامجي انتقل لنكمل برنامجنا هلا القيمة الاولى مثل ما شفنا هون str هلا عندي تحويل input answer answer دي عندي temperature i تساوي نحذفها بهالحالة temperature i تساوي str to double
answer. هلا بكل خطوة راح ينفذ وراح يطلب مني القيمة. خير ما ننفذ البرنامج. اعطاني خطأ. بالكي تمام. الكي تساوي 6. هلا اذا شغلت راح يطلب مني القيمة. اول قيمة راح اقول له 6. راح يطلب مني ثاني قيمة راح اقول له ناقص 6. راح يطلب مني ثالث قيمة راح اقول له 3. رابع قيمة 5. خامس قيمة 7. والقيمة الأخيرة نفرض أنها ناقص 10. مباشرة رسم لي المطلوب. طبعا أنا في عندي طريقة تانية لأني أدخل المصحوفة بشكل كامل بعدين حولها من دبل لسترينج، من سترينج لدبل، أو إذا أدخلتها على شكل سيل أري فعندي ضرورة للتحويلة. سبق وناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل لكيفية تطوير الخوارزمية اللازمة للتحويل من سيل أري للدبل أري. هلا لو أردت اكتب طور البرنامج ليقوم بمعرفة عدد أيام كل شهر من السنة بحيث يحدد المستخدم الشهر، فيطلب البرنامج إدخالات تبعا لعدد أيام هذا الشهر. مثلا شهر شباط 28 يوم، يتم طلب الإدخال 28 مرة لكل يوم، وهكذا. استخدم تابع القيام بذلك. بالبداية أهم شيء أني أعرف بارامترات الدخل وبارامترات الخرج. فلو فرضت اسم التابع num of months day راح يكون عندي بارامترات الدخل هي الشهر، فعندي months هو بارامتر دخل، فراح ادخل المستخدم في هذا التابع الشهر، راح اقول الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، وبناء عليه راح يتم التنفيذ. الجلوبال اللي راح تكون عندي جلوبال عدد أيام number of days، عدد أيام الشهر. راح أخذ مثال واحد اللي هو شهر فبراير أو شباط، وبنفس الطريقة يمكن نطور البرنامج لكافة الأشهر، ما في داعي لسويتش. if months equal 2 number of days equal 20 28، او ما راح اخذ 28 مشان ما يسألني كتير، راح اخذها 5. هلا بنشوف كيف. int. هلا راح استدعي التابع من برنامجي، خلوني احفظ بالاول التابع، ارجع لبرنامجي، واول خطوة رح استدعي فيها عندي global number of days global. يعني يفترض قبل هذا الشيء بالسكريبت عندي بالسكريبت رح اطلب months، راح يسأل المستخدم input enter your months. enter your months راح يحدد الشهر، راح يتم استدعاء التابع راح يرجع لي القيمة اللي هي عدد أيام الشهر، راح يتم تشكيل المصفوفات
راح تنفتح الحلقة بنفس الطريقة لأنه نفذت الخطوة الأولى، أحدد أنه بالشهر الثاني أعطاني خطأ. Enter your month in a matrix dimension error. Index exceed matrix dimension. Error in bar H. طيب راح أعمل clear. راح أرجع أدخل من البداية. Month. Month 2. المانث 2 5. حادخل القيم، عندي تمبريتشر والدي. تمام، خلونا نشوف ايرور ان بار. خلونا نقيم حاليا هاي. عفوا. تمام، بس هلا بنرجع للبرنامج. 2 يعطي خطأ بالرسم الأخير، خلوني أقيمه هلا مؤقتا. خلونا نرجع نشوف البرنامج كيف عم يتم تنفيذه. استدعى التابع المانس، أخذ القيمة number of days، global number of days، temperature، فتح المصفوفتين حجز لهم بالذاكرة temperature والdays. يفترض لما ينفذ الحلقة يسألني عن كل خطوة. في مشكلة بكمالة البرنامج بعد ما استدعى التابع. Global Months، حددنا المانث 2،
استبدل هاي القيمة بس للتجريب نشوف راح يتم المشكلة انه بعد استدعاء الطابع ما عم يكمل التابع التنفيذ السكريبت. لاحظوا كيف وقت استبدلت القيمة جلوبال كمل البرنامج بدون أي مشكلة، فبالتالي عندي المشكلة بالقيمة. فلو بنهاية البرنامج حطيتها بهذا الشكل أو خليها داخل الفانكشن، رجعنا هلا نفذنا حطينا 2 تمام. المشكلة هي انه كانت المشكلة القيمة مثل ما سبق وذكرنا داخل التابع، فما عم تطلع قيمتها للسكريبت، فلما حطيتها بنهاية التابع طلعت القيمة للسكريبت. فهلا لو نفذنا البرنامج بنلاحظ الشهر الثاني يفترض يطلب مني 5 قيم، هي اول قيمة، هي ثاني قيمة، هي ثالث قيمة، هي رابع قيمة، وهي خامس قيمة. يفترض هلا يسكر البرنامج. تمام، هلا لو رجعنا البلوت نفذنا البرنامج الشهر الثاني ناقص 2 3 5 9 ناقص 10. لاحظ راح ينقسم لي تغيرات درجة الحرارة مع الشهر. فأهم النقاط اللي لازم نشير لها، أول شيء متحولات الدخل، بارامترات الدخل للتابع، بارامترات الخرج للتابع. هون ممكن احط الحالات كلها اللي عندي، ممكن احط else if واكتب اللي بدي اياه، اكتب الحالات كلها. بالاضافة لهذا الشيء في عندنا بالماتلاب بالتابع مسؤول عن اسمه date رح يعطيني تاريخ. بنفس الطريقة عندي توابع تانية ممكن تساعدنا انه تجيب لي عدد ايام كل شهر. فبهالطريقة الـ date current date of that as data string رجع لي التاريخ كمعطيات data string كمحارف. يعني عندي التابع date num date num serial data number convert one of or more data vector into serial date، اني حتولد لي تاريخ تسلسلي من خلال هذا التابع. عندي توابع كتير، عندي تابع مسؤول عن معرفة عدد ايام كل شهر، فكمان ممكن استخدمه بدل ما احدد انه الشهر مثلا شهر 2 28 وشهر 1 21 وبهالطريقة.
هاد بالنسبة للسؤال الأول والثاني والثالث. بعدين أحد الأسئلة اللي انطرحت، في أي سؤال قبل ما نكمل؟ تمام، خلينا نرجع نشوف التابع جلوبال. مش كده هون ما عاد اخذ التابع عندي، حعمل كوبي راح احفظه بتابع جديد. تمام، الجلوبال خلينا نرجع نشوف الجلوبال، نحذف الطريقة لو حدد، لو استدعيت التابع بدون السكريبت. نلاحظ أعطاني راح أرجع استدعي مرة ثانية number of days تساوي الخمسة، يعني عدلتها تساوي 28. تمام، هلا التعديل، هلا صار التعديل. لاحظوا لو حطيت number of days 2 ما راح يعطيني اي قيمة. لو قمت ورجعت حفظته التابع ونفذت راح يعطيني 28. global راح احط هلا global. number of days نلاحظ لو رجعت لو حط لو طلبت قيمة number of days global number دوني اخذت global number of days اللي راح اطلب number of days راح يعطيني 28. طيب خلونا نشوف لو قمت global شو راح يصير. تم التنفيذ. لو حطيت هلا لو حطيت جلوبال هون وطلبت هذا المتحول من له يفترض هم ما يطلعوا، يمكن يكون موجود بالذاكرة. راح اعمل كلير. لاحظوا راح ارجع اعيد، نفذت التابع ما عندي جلوبال بالتابع بدون جلوبال. هلا بعد ما نفذته راح اعمل جلوبال number of days. الجلوبال راح تكون بس هون لانه هون ما لي حاط جلوبال. لو طلبت number of days يفترض ما يعطيني number of days، هون كأنه اخذ شيء محطوط بالذاكرة option number of days في عنا مشكلة هون يفترض ما يعطيني number of days. طيب خليني اقيم الجلوبال clear وارجع نفذ التابع واطلب number of days undefined function. هو صحيح انه undefined function انه غير موجود او غير معرف. global number of days راح ارجع اكتب له number of days مباشرة عم ياخده من التابع. طيب لو كتبنا هون
number or global number of days وشاركناها. يفترض انه يتنفذ التابع كمان بدون اي مشكلة. number of days. خلونا نرجع بنفس الطريقة نجرب السكريبت. 2 تمام. لكن الفكرة اللي كانت مجرد تعليق للبرنامج، لأنه مثل ما شايفين رجع ضبط بدون أي مشكلة. حتى يفترض أنه وقت ال كم قيمة أنا طالب هون؟ يفترض من البداية بدون يعني باستخدام تابع جلوبال مباشرة يمشي الحال، ويفترض انه وقت بدون استخدام جلوبال ما يتم مشاركة القيمة. يعني لو رجعنا نفذناها بدون تابع جلوبال يفترض ما تتم مشاركة القيمة، لانه مثل ما ذكرنا التابع بيحافظ على خصوصية البارامترات بداخله. هلا السؤال اللي هو ليش اول شيء ما كان عم ينفذ، هلا يفترض انه ينفذ تمام بس مجرد تعليق للتابع مثل ما شفتوا. رجعت سكرت الملف ورجعت حفظته بسكريبت جديد وتم التنفيذ بدون اي مشكلة. احد الاسئلة اللي انطرحت، المطلوب البحث وشرح الفرق بين التابعين بولي انت وبولي دار. سؤال بسيط، بمجرد اني اكتب help بوليدار راح يعطيني مباشرة شرح للتابع بوليدار ديفرنتيات بولينوميال بوليدار بي ريتيرن ذا. الحالة الأولى راح ترجع لي المشتق والحالة الثانية راح ترجع لي خلونا نشوف دوكيومنت راح يكون فيها شرح تفصيلي اكتر. بنلاحظ السينتاكس راح يكون ممكن يكون بوليدار بي البي هي مصفوفة، او بوليدار اي زائد بي الاي والبي كان مصفوفات من كثيرات حدود، او مثل موضح ك الحالة الاولى ريتين بترجع المشتق، بالحالة الثانية بترجع المشتق اشي دا اي ضرب بي. يعني راح اخذ هلا بنشوف المثال. الحالة الثالثة هلا بنشوفها بالمثال وتتوضح اكثر. بالحالة الثانية بنلاحظ انه المعادلة من الدرجة الثانية ضرب معادلة من الدرجة الثانية راح تطلع معادلة من الدرجة الرابعة. تابع بوليدر راح ياخذ مشتق المعادلة من الدرجة الرابعة، راح تكون نتيجة معادلة من الدرجة الثالثة. اما التابع بولي انت عكس التابع بوليدار راح يحسب التكامل مثل ما شايفين. البي هي كثير الحدود والكي هي قيمة الكونستانت او الثابت تبع كثير الحدود. الديفولت راح تكون صفر، بامكاني احددها لتكون غير صفر. عندي توابع تانية مثل البوليفيت، عندي البوليفال، عندي البوليدار، عندي التايع بولي، كله هذا راح نشوفه بإذن الله بالأيام الجاية. هاد كل شي بيتعلق بالامتحان. أي حل تفصيلي مع شرح كامل لكافة التطبيقات وكافة الفروقات التيبس أو النكشات اللي تم طرحها. أتمنى تكونوا استفدتوا من الدورة وتكونوا استفدتوا كمان من الامتحان.
أشوفكم بإذن الله باجتماعات قادمة. السلام عليكم.